كان ابنها عبد الله بن الزبير رافض فكرة التوريث اللي ابتدعها بنو أمية، فأعلن نفسه خليفة للمسلمين وبيعته مكة والمدينة والحجاز ومصر، حتى قيل إنه لم يتبقى لبنو أمية إلا دمشق بس. لكن بعد كده انقلبت الأمور وتخلى الناس عن عبد الله بن الزبير، ولم يتبقى معه إلا قليل من الأنصار كانوا متحصرين معاه في مكة. فيأتي إلى أمه عشان يستشيرها يستسلم ولا لأ، ويدور حوار بينه وبين أمه السيدة أسماء من أغرب ما يكون بين أم وابنها. فتقول له أسماء: الشأن شأنك يا عبد الله، وأنت أعلم بنفسك، فإن كنت تعتقد إنك على حق وتدعو إلى حق فاصبر كما صبر أصحابك الذين قتلوا تحت رايتك، وإن كنت إنما أردت الدنيا فلبئس العبد أنت، أهلكت نفسك وأهلكت رجالك. فيقول لها: ولكني مقتول اليوم لا محالة. فتقول له: ذلك خير لك من أن تسلم نفسك للحجاج مختارا فيلعب برأسك غلمان بني أمية. فيقول لها: لست أخشى القتل، وإنما أخاف أن يمثلوا بي. فتقول له السيدة أسماء: وهل يضر الشاة سلخها بعد ذبحها؟ هي اللي قالت له ده، يعني إن الشاة خلاص بقت مذبوحة. فيقول لها: بوركتي من أم. ويرفض عبد الله الزبير الاستسلام، ويتم القبض عليه وقتله وصلبه لعدة أيام في مكة. فتذهب السيدة أسماء وهي ضريرة في أواخر عمرها عشان تمسك بقدمه، وهي تبكي وتقول: أما أنا لهذا الفارس أن يترجل، يعني ينزل بقى. وتموت السيدة أسماء بعد ما يوصل عمرها إلى 100 سنة، بعد ما كتب التاريخ تحسده عليه، تحسدها عليه أي ست، وعملت اللي ما يعملوش آلاف الرجال في حب النبي ونصرة النبي والسير على هديه وسنته، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.